خلال عام 2021 قامت شركة أصفير ثريد بإنتاج تركيبة لسماد دعم ثلاثي MPK مكون من 8.5 أزوت و 18 فوسفور بالإضافة إلى سلفات البوتاسيوم 28 بوتاسيوم مرتبطة مع 25 سلفات، حيث أن هذا السماد مركب من مواد أولية عبارة عن AMP بالإضافة إلى سلفات البوتاسيوم. ولأجل معرفة فعالية هذه التركيبة قمنا بعمل تجربة على محصول الذرة في ولاية المنيعة في المزرعة النموذجية حجاج محمود، حيث أن الشاهد تركيبة من نفس الشكل تحت النسب التالية 8-36-15، حيث قمنا باستعمال 5 قناطر من سماد آزار 8.5-18-28 و 5 قناطر من التركيبة الشاهد 8-36-15 كسماد عمق، حيث كانت تكلفة شراء قنطار من آزار 8000 دينار جزائري أي 42000 دينار للهكتار، وكانت تكلفة شراء التركيبة 8-36-15 11300 أي 8650000 للهكتار كسماد عمق. وكان سماد التغطية عبارة عن يوريا 5 قناطر للهكتار بالإضافة إلى العناصر الصغرى وأسمدة ورقية. وفي الأخير وبعد عملية الحصاد تحصلنا على 53 طن ذرة سيلاج بالنسبة للمحصول المعالج بالسماد الجديد لشركة أصفير ثريد أزار 8.5-18-28، فيما كانت النتيجة بالنسبة للشاهد 8.36-15 هي 47 طن في الهكتار. اليوم رانا عند الحاج حجاج محمود في المزرعة النموذجية بولاية المنيعة، كنا على التجربة تاعك كأول مستثمر فلاحي في الصحراء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. المويه اللي عندي اللي كنا 89 كنا البطاطا الوسمة كلش نجيبوه من الشمال، القمح والوسمة كافة ما كانش حاجة اللي عندنا، أما لا قلت نجرب. هذا هو جيت بديت هنا بديت 60 هكتار الله يبارك من 89 91 بدينا البرومي بيفو تاع اللي جا الصحراء، من تم راني في فايت 1500 هكتار نشيل اللي نجوه كلها من الصحراء، وقلت لهم هذا لافينير تاع الجيري هي لاكريكيتور، ولاكريكيتور الحمد لله اللي لحقنا باه نديرو دو ريكولت بارون، نزرعو القمح نوفمبر ديسمبر نحصدوه مي جوان، ونزرعو المايس تاني نزرعوه ونحصدوه اكتوبر نوفمبر. الحمد لله دير كوت بار الله امر، ما نحتاجو لا بترول لا والو، الباتوراج عندها هو المايس، لابوراج عندنا القمح، خارت كبيره تمشي من القمح للشمال. هذه الاسباب بديت. تحكي لنا على مستقبل الفلاحه في الصحراء. مستقبل الفلاحه في الصحراء واعر شويه، الا كانت الدوله عاونت، باسكو هنا الارض سي بور برك، مش واسمع اعطيها تعطيك. درك إلا كانت الدولة عاونت والترانسبور تاني بعيد. السيد بن معمر إبراهيم، بالنسبة للتجربة اللي تبعتها كونك مهندس زراعي للمستثمرة الفلاحية للسيد حجاج محمود، نرجو منكم أن تعطونا حوصلات هذه التجربة بالسماد المستعمل آزار الجديد ويتدمي ديزويت بانتويت مقارنة بالسماد الذي كنتم تستعملونه من قبل. هو الحق التجربة كانت مفيدة بزاف مليحة بالنسبة لخطر درنا مقارنة بين الأسمدة اللي كنا نستعملوها المتوفرة في السوق ومع السماد اللي خدموه جديد. من ناحية تقنية يوفر لنا العناصر المغذية للمحاصيل الزراعية مثل البوتاس والفوسفور والأزوت، وبالنسبة خاصة نعرفوا باللي في بلادنا التربة فقيرة من ناحية نتاع الفوسفور والبوتاس، والتركيبة نتاع الآزار نفعتنا بزاف على خاطر عندها 28% نتاع البوتاس اللي يسمح لنا انه نلبوا احتياجات المحصول بصفة ولو كان مش عامة ولكن بنسبة كبيرة قد نقولوا الى 60-70%. بالنسبة للأسمدة اللي راهي متوفرة في السوق ما عندهاش هذه الكمية نتاع البوتاس. احنا هذه التجربة كنا نتبعوا المسار التقني ونشوفوا النقايص اللي يبانوا في المحصول، قبل كي كنا نستعملوا الأسمدة المتوفرة في السوق كان المحصول تاع الذرة كي يطلع لواحد المستوى الطلب نتاع البوتاس والفوسفور يزيد كانوا يبانوا فيه الأوراق هذوك السفلية تيبس، معناتها فيه هذ العنصرين يكونوا ناقصين. ك
كنا نزيدوهم بالاسمده الورقيه، هذاك الشيء كان يكلفنا على البرنامج اللي كنا نسطروه. لكن سنا مع ازار ما يبسوش هذوك الوراقي، بين لنا انه لبى الاحتياجات نتاع السماد هذا بنسبه كبيره. هذا هو يعني الحوصله الكبيره اللي نديروها بالنسبه للاسمده اللي راهم متوفرين هنا في الساحه الوطنيه في السوق. وفي الأخير وكمحصلة، فلقد لاحظنا أن تكلفة إنتاج الذرة بالسماد آزار مكنتنا من توفير أكثر من 15,000 دينار جزائري في الهكتار، وأعطتنا زيادة تقدر ب 6 طن في الهكتار. وباحتساب أن سعر الطن هو 10,000 دينار، فإن استعمال آزار في هذه التجربة قد أعطى للفلاح ما يزيد عن 7 ملايين سنتيم في الهكتار، أي أكثر من 200 مليون في مساحة 30 هكتار. أسميدال في خدمة الفلاحة الجزائرية.